Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan. Welcome, guys, to this live podcast with myself, Liaqat Zaman, and with Maulana Hamza. Maulana Hamza, how are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Everything going about well? Yourself, Sheikh? Usual, yes. Yeah, the sun, that sun business. La jadira tahta shams. La jadida, sorry. Alhamdulillah. So, inshallah, we're going to have a nice session today. Remember, guys, if you guys are watching this and you're watching it live and you want to join in, inshallah, you can join in as well. And hopefully today, inshallah, we should have our old guest, Sister Noura, inshallah, is going to come on today. Oh, as well, really? Yeah. Been a long time. So, Noor ala Noor, inshallah. Right. So, أهلا وسهلا مرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة للبودكاست Trying to Speak Arabic محاولة التحدث باللغة العربية وأنا مضيفكم لياقت زمان ومعكم أيضا مولانا حمزة كيف حال مولانا حمزة؟ الحمد لله الحمد لله وأنت يعني يا شيخ؟ هل كنت تشتاق إلى الحلقة اليوم؟ نعم كما هو العادة يعني كل نعم أسبوع نعم. يعني صوتك أيضا أنا أسمع الشوك أشتاق إلى حضراتكم يا شيخ ما شاء الله يعني صوتك هذا يعني يشعرنا بأننا بأنك كنت يعني تشتاق كثير جدا نعم الحلقة نعم. جميل 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 نعم فاليوم تعرف عندي هذا الشاي هل رأيت هذا الشاي من قبل؟ لا هذا يعني الشاي نعم. ما هذا يعني؟ يعني فيه زهرة. زهرة. نعم. هذا واحد أعطاني هذا. يعني ألبة. هذا الشاي الأخضر يعني. هو أصلاً هو نبات يرمى فيه وهو يتفتح. بدون الشاي يعني ورقة الشاي. نعم نعم نعم. نعم نعم نعم. هو طعمه مثل سيويد. لماذا يا شيخ لماذا شربت مثل هذه الأشياء هناك يعني الأشياء اللذيذة يعني نعم 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 لكن اسمع يا أخي واحد قال لي فيه فوائد واحد نعم واحد قال لي فيه فوائد فلأجل هذا أنا يعني أشرب نعم ما فوائد يا شيخ صعب شيء صعب لكن لا بأس نعم. ما هذه الفوائد يا شيخ نعم أنا هو قال لي يعني هو جيد للديتوكس ديتوكس نعم فأنا فكرت يعني طيب أنا أحتاج إلى ديتوكس نعم 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 طيب فهل أنت تشرب شاي؟ اليوم شربت شاي من قبل ولكن قبل هذه الحلقة شربت يعني كيف يقال hot chocolate يعني شوكولاتة ساخنة فشربتها خلاص نحن سنسأل الأخت نورة إن شاء الله نعم. ما هو hot chocolate لأني قدمت في هذه في هذا الأسبوع إلى لندن للقاء الأصدقاء هناك وهناك يعني في هناك الدكان المتجر فورتنام آند ميسون سمعت عن هذا هذا المتجر يعني مشهور بالشاي نعم وهناك يعني شوكولاتة ساخنة ايضا ويعني في هذه الايام اشتقت الى شوكولاتة الشاي شوكولاتة ساخنة يعني ما هي الميزة عندهم ما هي الخاصية فورتنام آند ميسون هم هم متجر للملكة يعني فلأجل ذلك عندهم يعني فضل في وميزة في هذا الجانب ولكن هم مشهورون يعني لشايهم يعني كيف تكتبه فورتنام سأكتب في تشات طيب اليوم معنا الأخت نورة السلام عليكم مساء الخير الأخت نورة كيف حال يبدو أن المايك
يغلق. نعم ممكن ممكن مغلق. نعم فورتنام ميسن. الآن تسمعوني؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الأخت نورة؟ كيف الحمد لله أنا بخير. كيف حالكم؟ الحمد لله. صوتي واضح أو؟ نعم واضح. واضح جيد. طال الوقت يا أخت. إي والله أنا زمان ما تكلمت في الصحافة. نعم. يعني أنت إذا أنت يعني طال المدة وما تكلمتي بالفصحى يعني هل تشعرين به؟ نعم نعم طبعا. أول شيء دعوني أسلم عليكم. أول شيء كيف حالكم؟ رحمة الله. أنا والله الذي قطعني أول شيء اللابتوب خرب علي ونسيت أن أصلحه صراحة، وأيضا انشغلت، لكن بشكل عام أنا أتمنىكم أنتم بخير إن شاء الله وصحة وعافية ورمضان قرب. يعني أنا الآن تذكرت أن السنة في رمضان أنت لم تفتح البث المباشر، فنحن يعني يعني أو أنت أنا والله أنا نسيت اللفظ. ربما أتحدث فيه بالعامية ما في مشكلة، نحن ما سمعنا عنه زمان. بالنسبة لسؤالك إذا الإنسان ينسى، طبعا هو حتى الفصحى ممارسة، لأني أنا لا أمارسها بشكل يومي ليس بشكل عامية، هي موجودة طبعا في اللاوعي موجودة، لكن إذا لم أمارسها أحتاج وقت حتى يأخذ عليها لساني. نعم يعني نعم. أنا آخر مرة تحدثت الفصحى والله معكم. سبحان الله مدة طويلة هكذا يحدث معي نفس الشيء عندما لا أتحدث بالإنجليزية يعني بالفصحى. نعم. أنا إذا يعني ما تحدثت بالإنجليزي بالفصحى يعني عندما أبدأ أتحدث به يعني أشعر بال يعني بالصعوبة، يعني أقول كيف أقول هذا كيف أقول هذا، لكن بعد وقت يعني يرجع لي. أين تتكلم بالفصحى يعني؟ أنت لا تعرف يا أخي أنا أفصح فصحى أفصح فصحى. هل لديك يعني اللقاء بالملكة يعني؟ ممكن أنت كيف تعرف ممكن الملكة؟ عندنا بودكاست خاص الملكة. نعم نعم. لكن أنا أشعر بهذا لأني مثلا هنا هناك في بريطانيا مثلا هناك مستويات يعني مختلفة. نعم. بالإنجليزية. نعم. فأحيانا مثلا أتحدث مع أهل الإنجليز، نعم، الذين عاشوا ولدوا يعني الذين يعني من هذا البلد، فهؤلاء عندما يتحدثون يعني لهم بعض التعبيرات مثل هذا، نحن لا نستخدم يعني ما نسميه المهاجرون، لأن هاجروا آباؤهم أجدادهم هاجروا إلى الغرب، وحتى تعبيرات الشباب يعني سلانج، فبعضهم يعني لا يتكلمون بهذه التعبيرات، فعلينا نجرد كلامنا من هذه التعبيرات. يعني حتى الآن أنا سمعت بعض الكلمات يعني غريبة جدا يستخدمه الشباب يعني الصغار. نعم. فمثلا يعني أنا لا أحفظها، لكن مثلا violate. نعم. أنا سمعت هذا يقول he violated him. نعم. ومعناه هو violated ضربه. هؤلاء يعني يستخدمون بهذا الشكل. نعم. لكن نحن عندما نفهم violate نفهمه منه يعني شيء آخر، يعني فعلوا شيء يعني خطير جدا معه، يقولنا هذا violate. أنا أقول سبحان الله violate. يقولنا مثلا هذا sick هذا sick، يعني هذه سيارة sick يعني مريض، هذا سيارة مريض جدا، معناه جيد جدا. ويفهمون بعض يفهمون بعض. نعم يفهمون حتى بعض. يعني ممكن هذا عندك أيضا، يعني ممكن في ألمانيا يعني هناك يعني الكلام يعني خاص الشباب عندهم يعني طبعا لا يستخدم في المجتمع العام. طبعا جد معروف هذا أو ما تسمى بالشفرات، شفرات أو أن شفرات أو تسمى بال يعني هذه موجودة في كل مكان، أو تسمى بلغة الشات أو لغة الإنترنت، يعني إذا تحدث الشباب الصغار ومراهقين مع بعض الأهالي لا يفهمون لأن لهم لغة خاصة. يعني أنا أحيانا أدخل التيك توك، أنا لست يعني فعالة بالتيك توك لكن أشاهد مقاطع، وأدخل أحيانا على التعليقات وأشاهد
يعلقوا تعليقات بالعربية أنا لا أفهمها، فبقى يعني أنا أعرف أن لديهم عالم خاص فيهم هؤلاء المراهقين. يعني يعني مراهقين يعني teenagers teenagers مراهقين صحيح. فلديهم لغة خاصة بهم، هم يتحدثون العربية لكن أنت لا تفهم عن ماذا يتحدثون، ويفهمون بعض وبالألغاز وكل شيء، لأن لديهم عالم خاص فيهم. العالم هذا هو تركيزهم هم على هذا العالم. هذا العالم يعني لا يهتم به مثلا الكبار أو الأهالي أو الناس اللي اهتماماتهم مختلفة، لا يعني هم يفهمون بعض. والوقت فيه يعني إن لا نفهم هذه الشفرات واللغات واللغات يعني لغة الشباب، هذا الوقت يعني نفهم أن يعني كبرنا. نعم نعم صحيح صحيح. هذا حتى يعني هناك في لندن عندهم نوع من الموسيقى يسمى دريل. نعم هذا اللي من أين جاء الاسم. فأنا كنت مرة يعني ذهبت إلى فلسطين نعم لزيارة، فكان في الجماعة معنا كان واحد شاب مراهق، هو كان يعني يعرف هذا جيد جدا، يعني هو قد حفظ يعني كما أن واحد يحفظ يعني عار أو هذا، هو قد حفظ هذا. فهو قال لي تعرف هناك هذا عندنا في لندن عندنا هذا الأغنية يسمى جيل، هو مثل الراب. نعم 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 هو راب خاص بلندن، يعني هذا نوع خاص. فإذا كان واحد معروف يفهم راب هو يعرف يعني الفروق، يعني راب مثلا العرب إنهم راب الآن. نعم مثلا فرنسا العرب الذين يعيشون في فرنسا إنهم راب خاص. نعم يعني فيه عربية وفيه فرنسية، وكذلك مثلا أهل أمريكا إنهم راب خاص أيضا، وكذلك هذا لندن إنهم راب خاص، وهذه يسمى جيل. فهنا هو كان يذكر لي الأسماء التعبيرات نعم وهذه الشفرات، يقول لي يعني مثلا بيز، تقول ما تعرف ما معنى بيز؟ أنا أقول لا، هو قال بيز معناه يعني فلوس. نعم وإذا كان فلوس كثير تقول باجز. نعم باجز. كيف أعرف هذا باجز يعني كيس؟ إذا قلت كيس كم كيس عندك معناه كم آلاف عندك. ولكن هاتان يعني هاتين الكلمات يعني كلمتين كنا نستخدم كنا استخدمنا هذه الكلمات في صغارنا لما كنت يعني مراهق. ولكن أعلم مراهق يا أخي أنت. أنا في 10-20 يعني. ولكن لما كنت يعني في المدرسة كان عندي أصدقاء يستخدمون مثل هذه الكلمات. نعم لكن هو قال لي ولكن أفهم دريل يعني هذه يعني جنس الأغنية عندهم يعني كلمات وتعبيرات خاصة يعني بلندن يعني. غريبة. أنا سأقرأ لك بعض الدريلية. نعم لكن لا أستطيع أقرأ كله لأن فيه بعض كلمات فحش جدا يعني هذا ليس مناسب. فأنا أقرأ بعض الأشياء مثلا يقول Let me tell you how my animals move. دعني أخبرك كيف يتحرك حيواناتي. Step in the cut designer shoes done in panda goose. Yeah, step in the cut. نادري step in the cut. Step in the cut. نادري. ممكن هذا يتعلق بالشعر أو شيء. Designer shoes. نعم. Done in Canada goose. Canada goose هذا يعني نوع من ال يعني جاكيت يلبسه الشباب. شوي غالي يعني. فيه أعتقد فيه هذا ال ماذا يسمى هذا البطة الكبيرة جدا الأبيض. نعم لا طاووس. نعم أظن هذا بطل كبيرة. نعم يعني الوز نعم. فهذا يعني يأخذون ريشه ويضعونه في الجاكيت. نعم هذا نوع من جاكيت يعني هذا شيء غالي. أيوة. فيقول أنا ألبس هذا إيش آخر فيه spend it on teeth
Being locked in a room with weights and benches, my trap phone still bench presses. Spend it on teeth. We ain't even got to go to the dentist. Yeah, Aishada. Being locked in a room with weights and benches. My trap phone. Where's trap phone? لكن هم يفهمونها هم يفهمونها نعم هم يفهمون والغريب في هذا أن الشرطة يتعلمون هذا الآن شرطة بدأوا يتعلمون في هذه الكلمات يعني فيه يعني كلام سر رسائل سرية هناك ماذا يسمى gangs فرق عصابات عصابات نعم في عصابات في لندن نعم يعني يتقاتلون مع بعض فواحد يعني هو يعني يصنع أغنية راب يعني يصب آخرين ويقول يعني يوعدهم يهددهم يقول فلان إذا وجدتك في الشارع سأقتلك نعم ونحن فعلنا كذا مع 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 شبابك هكذا فهذا الشرطة يتعلمون هذه اللغة لأن يعني هذا شيء يعني غريب يعني لا أدري كيف يفهمون هذا صعب صحيح يتعلمونه يستخدمون ربما شباب يذهبون معهم و لا أعرف نعم لكن نعم. لديهم طرقهم يعني أكيد نعم ويعني هكذا يعني في كل مكان خاصة عندما كنا أيضا شباب كان عندنا بعض الكلمات لا يفهمه الكبار في ذلك الزمان هكذا الآن يعني كلما يعني يكبر واحد فيتعلم هذا نعم أي وحمزة ماذا نعم. تعرف أيضا عن الكلمات الدريل نسألك لا أدري يعني في الذهن الحاضر ولكن لما سمعته عرفته يعني أعرف ولكن كثير من كلمات الدريل وتعبيرات لا أدري ولكن من السياق وسباق يمكنني أن يعني أن أخرس ولكن تعبيراتهم غريبة يعني فيه دلالات وإشارات وإيماءات Chef man down, I'm Michelin starred. Tools in the ride, like I'm fixing a car. إيش هذا؟ هذا يعني كثير من هذه التعبيرات يبدو لي أنهم يعني يمدحون أنفسهم. فمثل هذه التعبيرات يعني يشبهون أنفسهم بالأشياء الأخرى يعني الغالية والنفيسة والجيدة هكذا يبدو لي ولكن نعم دقيقة أنا سأنظر Arabic rap ماذا Arabic rap راب اكتب إلا رسول الله على سبيل المثال هذا راب أيضا هذا راب اكتب راب إلا رسول الله طيب دقيقة راب راب يعني راء ألف باء نعم راب لا رسول كلمات أغنية إلا رسول الله طيب دقيقة سأريكم على الشاشة هذا لم نسمع عامية منذ زمان. جعل. طيب يقول كلمات أغنية إلا رسول الله إلا رسول الله إلا حبيب الله إلا النبي محمد هو اللي علمنا الكلام هو اللي علمنا لكن هل هذه نفسها الراب؟ لا أدري أنا كتبت الراب إلا نور لنا كل الحياة وخذنا الجنة أمام إمامنا ورسولنا الكريم لا هذه هي؟ أعتقد لا ليس هذا؟ لا هي أعتقد كلماتها غير موجودة على الإنترنت لكن هو موجود الأنشودة نفسها والأغنية نفسها موجودة يعني نوعا ما مزعجة لكن كلماتها جميلة ارحمنا برحمتك رسول الله أغنية الأيام الحلوة
الأيام الحلوة بتعدي في ثواني. الأيام الحلوة. نعم حمزة، أنت يعني اليوم اختبارك، كم أنت تشتاق إلى اللغة العربية. يلا يا حمزة. نعم نعم. الأيام الحلوة، ما معنى الأيام الحلوة؟ يعني يبدو لي أن معناه كأنه يشير إلى الأيام الجيدة والأيام فيه خير وليس فيه أي مشكلة، هكذا يبدو. طيب طيب، بتعدي في ثواني. صحيح هذا نورة؟ صحيح صحيح. طيب بتعدي في ثواني. ثواني يعني ثوان معناه المدح. نعم لا أدري ثواني أم هو معناه minutes. لا أدري. نعم ثانية. نعم minutes. أظن minutes. نعم second. seconds. ثانية second. نعم seconds. نعم نعم seconds. نعم بتعدي يعني count. أحصو. بتعدي. لا أدري لا أدري. بتعدي معناه يعني تجري تمضي. كيف صحيح. كيف أخت نورة؟ ممكن ما صح. ما معناه؟ كيف أقولها بالإنجليزية يعني the days run in seconds. نعم. نعم. الأيام الحلوة بتعدي في ثواني. نعم نعم. فهذه الأيام الجيدة وفيه يعني الخير وليس فيه أي مشكلة. هذه الأيام مضت سريعة يعني. نعم. تمضي سريعا. نعم. تمضي سريعا. نعم. نعم. في الثواني السكندز والمينتس الدقائق. نعم نعم. دقائق. نعم. وماذا يسمى هذه يعني hands of the clock؟ عبرة. لا لا. هذه. ماذا؟ يعني إن الساعة فيها هذا مثل إبرة اثنين. ماذا يسمى؟ الاثنين. كيف ما تقصد؟ بالإنجليزية يسمى hands 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 of the clock. لا أعرف والله هذه جديدة علي. يعني الساعة يعني يكون فيه واحد طويل واحد قصير، يعني يخبرك الساعة. الخط يعني. عقارب الساعة. عقارب الساعة. عقارب. هذا هو عقارب الساعة. عقارب الساعة. عقرب الساعة. عقرب الدقائق. عقرب الثواني. ما عقارب. عجيب لماذا يسمى عقارب؟ والله لا أعرف، أنا هذا الجواب لا أعرفه. ممكن لأنهم مثل ذنب يعني العقرب يعني. نعم ممكن. طيب الأيام الحلوة ما بترجعش تاني. الأيام الحلوة هذه الأيام فيه خير. هذه الأيام الجيدة ليس يعود يعني لا يعود. جيد مرة جيد. أخرى. أنت عربي يا أخي. نعم هذا يعني مناسب لي يعني يا شيخ. بترجع يعني... هو يدرس المصرية من وراءنا. أو ممكن هو فتح ترجمة. لا 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 لا, لا. هذا يعني سهل يعني. هذا سهل. لا تترجم مصرية يعني باللهجة لا تترجم. نعم. صعب يعني بترجع إيش بترجع إيش يعني الشين هذا ما فايدة شيء. للنفي. نعم. ما بترجعش تاني. ترجعش. ما ترجعش تاني. هي تنطق ترجعش يعني... تاني يعني ثاني، لكن هم لا ينطقون حرف الثاء أبدا. جيب. وهذا الشين يعني غير منطوق عندهم. ما ترجعش تاني. تاني يعني مرة أخرى. نعم. عجيب جميل. طيب. أهل سوريا نعم. وأهل مصر لبنان لا ينطقون حرف الثاء. نعم. اللغة والتاء كلها واحد، فلا تفرق. إذا لم تكن بينهم يعني لا تستطيع أن تفرق. ما لا يعني أهل مصر ولبنان و مصر لبنان وسوريا. سوريا. نعم. وأعتقد أنهم أيضا المغاربة أهل المغرب لا ينطقون حرف الثاء. نهائيا لا ينطقونه، لا يعترفون فيه اصلا الا من يتحدث الفصحى. نعم. لكن بشكل عام هم لا ينطقونه ابدا.
وهذا شيء في نهاية كلمة بترجعش، وهذا لأنه يعني نفي. ما هذا الشيء؟ الشين هذه زيادة، نعم ليس لها معنى. نعم نعم ترجش، أو يعني هذا مثل أحيانا تسمى نفي. نعم بالضبط بالضبط، وأحيانا تعبر عن النفي صحيح. مثلا يقال ما تأكلش لا تأكل، ما تخرجش لا تخرج، نعم. ما تنامش أنا ما نمتش. هي غالبا تستخدم للنفي غالبا. نعم ما ترجع، هذا صعب. ما ترجعش هي تستخدم غالبا في مصر والأردن وفلسطين، يستخدمونها. ما ترجعش تاني، ما بترجعش تاني. طيب طيب نعم حمزة مستعد؟ يلا يا حمزة. نعم طعم الحب تغير. نعم، فممكن معناه الطعام طعمه يعني تغير. في الماضي كان طعم لذيذ، والآن قد تغير. ما هو الذي تغير؟ طعم ماذا؟ هذا الحب، يعني الحب يعني الطعام، أم الحب يعني المودة؟ يعني لا أدري. اقرأ الكلمة مرة أخرى، هل هي طعام أم طعم؟ طعم طعم يعني تيست. نعم نعم. طب ما تغير معناه صار فاسد؟ نعم هكذا يبدو لي. لا، معناها أن the taste of love is changed. نعم نعم. لا. يعني change مراد منه يعني change صار أفضل من قبل أو لا أصبح سيء. يعني the taste of love يعني أنه لم يعد الحب طعمه لم يعد كالسابق. يعني طبعا هنا يعبر عن الحب له طعم، وليس طعم من الطعام، لكن هو تعبير مجازي. نعم نعم نعم. الحب تغير. أنت حمزة أنت تغيرت. لم أدري آنفا الحب يعني معناه هنا love أم seeds يعني grain، لكن في كلاهما يعني عنده معنى خاص. هذا ممكن إذا كان الرجل يعمل في الحقول ممكن هو يقول حب. لا على حسب الجملة، لا تفهمها على حسب الجملة. لأن هذا نعم تفضلي تفضل تفضل تفضلي يا لأن الشعر عبارة عن حب، يتحدث عن حب، يتحدث عن مشاعر، فطبيعي جدا أن يكون الكلام عن الحب وليس عن الحب. ولو كان هناك تشكيل ستفرق بين، ستوجد ضمة وليس فتحة فتعرفها مباشرة، لكن لا يوجد، بما أن لا يوجد تشكيل فمع الممارسة والقراءة الكثيرة وقراءة النص أنت ستفهم هل هو حب أو حب. نعم. فطيب الأخت نورة، يعني مثل هذه الجملة يقوله الشخص الذي يعني حبيبته فارقته، كيف متى يقول هذا؟ هذا بشكل عام هو يتحدث عن الحياة وأنها تغيرت وليست كالسابق. يتحدث طعم الحب تغير، وقت الفرح تغير. أنا سأقرأها باللهجة المصرية أول شيء، وبعدها سأقرأها بلهجتي حتى تعرفون الفرق. جميل. طعم الحب تغير، وقت الفرح تغير، أكبر لحظة تود وحب، وصد زمنها قصير. يعني يقول طعم هذه بالمصرية، يقول طعم الحب تغير، وقت الفرح صغير، لكن تصغير باللهجة المصرية حتى تكون متجانسة مع تغير، فتكون طعم الحب تغير، وقت الفرح صغير، لكن هي بالعامية أو بالفصحى تنطق صغير، وقت الفرح صغير. أكبر لحظة تود حب، وصد زمنها قصير، يعني أكبر لحظات الحب والود والصدق زمانها ولا وهب، أو زمانها قصير جدا،
يعني انه يتحدث عن التغيرات التي تحصل وعن الصدق والكذب والخيانة. الكلام هذا حاول يا لياقة ان تقرأها باللهجة المصرية. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طعم الحب تغير، وقت الفرح صغير، أكبر برافو. لحظة ود وحب، وصدق زمانها قصير. صح، أحسنت. طيب، هذا أنا ما فهمته. هذا يعني أكبر لحظة ود وحب، إيش معنى أكبر لحظة ود وحب؟ يعني اللحظة لما تكون هناك لحظات من الحب والود والصدق، تكون يعني هذه لا أعرف كيف أشرحها، لكن إن لحظات الحب والود والصدق تغيرت، أو زمانها لا تغير، عفوا، أنها زمانها قصير، ولكن يبقى الكذب والغدر والخيانة. يعني هو يشتكي. يعني طيب، فبالإنجليزية مثلا لحظة مراد منه يعني moments. مومنت، صحيح. أكبر لحظة، the greatest moments. طيب، هذا جميل. نعم، طيب، حمزة اقرأ باللهجة المصرية. نعم. نعم. طعم الحب تغير، وقت الفرح صغير، أكبر لحظة ود وحب. لا، أنت قلت وقت بدلا من وقت. أنت قلت قاف، أنت لحنت. وغد. نعم. طعم الحب تغير، وغد الفرح صغير، أكبر لحظة ود وحب، صدق زمانها قصير. لا أدري. طيب، هم لا ينطقون حرف القاف، لا ينطقونه. نعم، القاف. نعم. طيب الأخنورة، كيف يعني عندك في السعودية كيف ينطقون هذا؟ أيوة، المشكلة أن الكلمات مكتوبة بالمصرية، لو أنا أريد أن أقرأها بالعامية بلهجتي ستتغير الكلمات، ولكن أنا سأحاول أن أقرأها. أقول طعم الحب تغير، وقت الفرح صغير، أكبر لحظة تود وحب، وصدق زمانها قصير. هذا أفضل. إيه، هذه أنا حاولت أن يعني أتحدثها بلهجتي، لأن نحن ننطق كل حرف ننطقه كما هو، إلا حرف واحد لا ننطق للأسف الشديد. أنا سأعطيكم الإجابة، أو سأعطيكم السؤال وأريد منكم الإجابة. العرب بشكل عام إلا أو الجزائر ينطقون، نحن خصوصا في السعودية ننطق كل حروف، السعودية خاصة ينطقون كل حرف باللغة العربية. يعني مثلا أوكي، جميل، إلا حرف واحد لا ينطق، ما هو؟ ألف ب ب ت جيم ح خ هذا اختبار يعني. ز س س س ش ش ص ن ط ظ إيش؟ قاف. لا، أنا أقول بالعكس، أنا أحيانا أقول يعني لا تنطقونه تماما. لا 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 الضاد يعني. أحيانا نقول وقت، الوقت. ها، وقت الضاد. ماذا أقول؟ أي ضاد يا حمزة؟ يعني أي الضاد، لأنهم يعني الضاد ولا الضاء؟ ضاد يعني الصاد صحيح والضاد. صحيح، نعم، حرف الضاد لأنهم لا ينطق. ينطقونه بالظا. صح، أحسنت. صحيح، حرف الضاد صعب علينا، صعب، يعني تجد الشخص يتكلف حتى يقول حرف الضاد، لا ينطق حرف الضاد. فمثلا كيف يعني في بيتك بالضاد. كيف في بيتك كيف تنطق بالضاد؟ كيف تقول؟ يعني مثلا اسم مدينة الرياض على سبيل المثال، الرياض تكتب بالضاد وليس الضاء، لكن لا تجد أحد أبدا ينطقها بالضاد، لا تقال الرياض، يقال الرياض، وإذا قلتها أو نطقتها بشكل صحيح سيتم الضحك عليك. رياض، كيف يعني رياض صحيحة كده؟
رياض. هي الرياض صحيحة، لكن نحن لا نقول الرياض، نحن نقول الرياض. مثلا الرياضة، الرياضة الرياضة. نحن نقول الرياضة، لا نقول الرياضة. الرياضة. نعم، هي في الأصل الرياضة بالضاد وليس الضاء، لكن هي ثقيلة، لا تستخدم أبدا، لا يستخدم حرف الضاد. رياضة. صعب رياضة. جدا نطقها، صعب صعب صعب. ليس صعب، لا تستخدم إلا بالفصحى، أنا أنطقها فقط بالفصحى. نعم. يعني كلمة مثلا مضمون أو مضمون، هي في الأصل اسمها مضمون أو ضمان، نحن نقول ضمان مضمون. زمان. زمان مثل الذهب. أيوة، لا مثل الظاء، تنطق الضاد، الضاد ينطق دائما ضاء، ظا ظا دائما دائما، حتى ولو يلا. كتبتها بشكل صحيح لكنها لا تنطق. عجيب، ما فحتى لاحظت أنا هذا. صعب علي والله جدا أنا أنطقها ضاد. فإذا كان صعب عليك فكيف يكون لنا؟ يكون أصعب بالعكس، علينا. بالعكس عليك أسهل، لأنك أنت تعلمتها أول شيء على كبر، وتعلمت اللغة العربية تعلم، وليس رياضة. بأن يعني بأنها لغتك الأم. عندما تكون لغتك الأم أنت تتعلمها أولا بالسمع، فتغلب عليك، يغلب عليك السمع أكثر من التعلم نفسه، لأنك تسمع تسمع. من أول ما تولد إلى أن تدخل المدرسة وأنت تسمعها ضاد 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 في المجتمع، الناس اللي حولك، فصعب جدا أن تستخدمها ضاد، صعب. نعم، هكذا عندنا في الإنجليزية في بعض الكلمات حتى عندنا يعني يصعب علينا. مثلا طبعا water، عندما أقول water أنا يعني أنا أحتاج أن أتهيأ أن أنطق هذا من قبل. أنا أحتاج أفكر، يا الله أنا أحتاج أقول water. طيب water، نعم كيف أبدأ ولكن أنت؟ نفس الشيء. ولكن أكثر من ذلك، هو ليس التاء يعني بالحركة، يعني ووتا هو التاء الساكنة، فهذا أهل الإنجليز يعني في بريطانيا لا ننطق بالتاء الساكنة كثيرا. فمثلا يعني كيف وات. ما نعم وات، فهذا التاء يعني في تي في نهاية الكلمة لا ننطق وات. بها كثيرا. نعم، ولكن نعم ننطق به إذا كنت مثلا في مكتب أو يعني مكان رسمي. وات. نعم هذا يعني كيف يقال، هذا يعتمد على كيف يقال rhythm of the sentence، يعني نغمة. على رغمة نغمة الجملة نغمة. أيضا. نعم نعم فكثير من like مثلا هناك يعني بلد في بريطانيا اسمه باتلي، ولكن لا نقول باتلي، باتلي. نقول أنا باتلي. باتلي صعب. نعم، لأن هذا التاء يعني ساكنة عندنا فيه مشقة. نعم. كيف الأخت نورة، أنت كيف تقولين ووتر؟ باللغة الإنجليزية؟ نعم. أو بس لكن لا تضحكون علي. لا لا، أوكي قولي ووتر. ووتر. نعم نعم صحيح. نعم هكذا. لكني أنا لا فهمت أعرف. الذي كنت تقولين، يعني لك سهل نعم أن تقولي هذا، لنا صعب. أها نعم. أيوة، هذا ما أقصده، هذا الذي أقصده بالضبط. ووتر، نحن نقول ووتر، يعني حرف الراء ننطقه بقوة، فنقول ووتر، يعني ننطق حرف حرف لأن نعم. تعلمناها هكذا. جيد جيد، هذا شيء غريب جدا، يعني هذا شيء أشياء ما لاحظناها من قبل، إلا إذا صحيح تحدثت مع واحد يعني غير لغتك، يعني صحيح يخبرونك أن هذه يعني بالضبط الأشياء دقيقة. صحيح. طيب حمزة، نعم هذا الذي أنا كنت أقول، يعني عندما قرأت هذا الـ يعني سطور بلهجة سعودية، يعني نغمته أيضا أجمل من نغمة مصرية. نعم، لأنك ممكن هي قريبة لسمعك، قريبة لسمعك، لأنها نعم هي ممكن قريبة هذا. أصلا للفصحى، لأنها قريبة للفصحى، صحيح.
نعم، لأن أنت كيف قلت طعم الحب التغير، وقت الفرح صغير. أكبر لحظة يعني، لا تقول لحظة، نعم أكبر لحظة، تقول أكبر لحظة بس. أكبر لحظة ود وحب، أكبر لا لحظة لازم ود، توصلها، لازم توصلها الود، لازم توصلها باللحظة، أكبر لحظة لأنك لما ود وحب. تقول، لأنك لما تقول أكبر لحظة وتسكت وبعدها تنتقل للود والحب، هنا تفصل فلا يكون لها معنى. الود والحب لن يكون، فالود والحب أعتقد أنها مضافة للحظة. أنا لست جيدة بالقواعد صراحة، لكن أعتقد أنها مضافة للحظة. ضروري أن يعني أن تنطقها مع بعض وتقول أكبر لحظة ود وحب كيف وصدق، زي ما ود بنقول حب، ود وحب، الود والحب. ود وحب، ود حب، نعم ود حب. ود وصدق، وحب وصدق. صدق هذا، صدق زمان زمان، صدق زمانها، نعم. وصدق أكبر آه لحظة صدق، حب وود وصدق، زمنها بالصدق. تغير أو زمنها سيء. كأنك يعني ما تنطق بالواو. حب الصدق، زمانها، كيف قلتي؟ يعني زمانها أو زمانها؟ زمانها قصير أو زمانها، قصير، زمانها ساكن، زمانها 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 قصير. زمانها. جيد جيد، ما شاء الله ما شاء الله، جميل. طيب الآن نحن سنقرأ بعض الأخبار. نحن بدأنا شيء جديد، أنا وحمزة نقرأ الأخبار، نقرأ لكن مجلات. أرجوك رجاء ليس عن روسيا وأوكرانيا. نعم سنقرأ أشياء، تعبنا من هذه الأخبار. نعم والله تعبنا، والله نعم تعبنا. سنقرأ. طيب سيب دقيقة ننظر الآن. أي أخبار جيد، أي أخبار يعني فيه العربية سهل. والله أنا لا أعرف، على فكرة أنا لا أشاهد أخبار ألا يعني في، نهائياً. أو في مجلة، مجلات، في مجلات والله مشهورة، أنا كذلك لا أعرف، والله لا أعرف للأسف الشديد. مجلة العرب، مجلة العرب، ممكن يوجد في مجلة العرب. نعم دونت. ومن الذي يقرأ؟ حمزة. نعم صحيفة العرب، صحيفة العرب موجود. نعم أنت هذا ستقرأ يا حمزة صح؟ نعم جميعا يعني نحن جميعا يعني. نعم تفضل حمزة، أي خبر تريد؟ يلا يا أي حمزة. خبر؟ لا لا أبالي. طيب نأتي بخبر يعني أصعب. دراما رمضان المصرية، الله تريد هذا؟ نعم طيب دراما رمضان، نعم طيب. نعم حمزة اقرأ. سكرين يعني شاشة لا لا يشارك. لا ي... لا ي... آه، عفوا عفوا عفوا، لا يوجد شيء صحيح. هذا هو. نعم اوكي. دراما رمضان المصرية تختبر عودة التنوع الإنتاجي بعد سنوات الاحتكار. فهذا رمضان المصرية، ممكن هذا اسم اسم هذا الدراما، تختبر أم تختبر عودة التنوع الإنتاجي بعد سنوات الاحتكار. اليوم الإنتاجي يعني اسمع production، حمزة، اسمع الإنتاجي. نعم يعني أخت نورة، إجالي أصابعك في أذنك. نعم نحن تساعدني اليوم، هي. نحن اليوم حمزة لا نستطيع أن نعم نزور الترجمة. نعم 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 لا طيب تختبر عودة التنوع الإنتاجي هذا بعد سنوات الاحتكار. لا أدري، ممكن معنى هذا production has resumed، ممكن، ولكن لا أدري. تختبر يعني تيستينج، ليس التيستينج. نعم، ولكن ما هو الاختبار في هذا؟ ما هو عودة التنوع الإنتاجي، تنوع إنتاجي، الإنتاجي production، تنوع، تنوع diversity، لا أدري. نعم طيب أخت نورة، هل ممكن مساعدة؟ أبي كلمة التنوع الإنتاجي. نعم
التنوع الإنتاجي، الإنتاج اللي أعتقد إنها البرودكشن في المقالات، برودكشن نعم برودكشن هذا أيوة الإنتاج الذي ينتج، مثلا ينتج فيلم، ينتج فيلم معين. التنوع هو ال different 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 productions I think. أعتقد نعم نعم أظن هذا هو. واحتكار، احتكار كيف أشرح هذا الحبس بالضبط. نعم أيوة بالضبط، إني أنا شيء أحتكر لي، أحتكر مثلا لاعب كرة قدم في فريقنا، يعني احتكار يعني كأنه مونوبولي. نعم هذا Monopoly. هذا هو المعنى المفهوم عندي للاحتكار، للفقه يعني احتكار احتكار الغلة يعني بعد سنوات الاحتكار. طيب سنفهم عندما نقرأ التفصيل. ممكن هذا تختبر، هذا رمضان المصرية تختبر، هذا هو يعني is testing out trialing. trialing جيد. نعم عودة التنوع الإنتاجي بعد سنوات الاحتكار. فقبل يعني آنفا إنما يعني كان بأيدي أنتج نوعا واحدا، ولكن الآن تختبر التنوع في الإنتاج. أنت جيد. ولكن إنتاج ما لا أدري. طيب اقرأ تفصيل. نعم ماذا يقول؟ سعي لاستعادة الريادة بعد استشعار لا أدري ماذا، بعد استشعار خطر سحب، ما معنى سحب هنا؟ سحب البساط من القاهرة. بساط يعني to pull the rug. سحب نعم 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 سعي هذا نعم نعم خطر سحب البساط يعني من القاهرة، يعني هيد كوارترز في القاهرة، يعني العاصمة هناك في القاهرة. هذا دراما ممكن يعني ان يعني كيف يقال cancelled، سحب البساط، هناك خطر لخطورة لهذا، فلأجل ذلك سعي، هذا هو سعيهم يعني. ما معنى الريادة؟ ريادة. استعادة الريادة بعد استشعار. Exploration. فهم يعني الريادة يعني التنوع في، هم تختبر يعني التنوع في قصتهم وفي حكايتهم وفي يعني إنتاجهم، لأنهم يشعرون يعني استشعارهم يشعرون الخطر من القاهرة أن هذا الدراما ممكن أن يكون كيف يقال cancelled، يعني سحب البساط، سحب الغاء يعني الغاء، يشعرون الإلغاء من القاهرة. فممكن في القاهرة هناك يعني the production company، شركة الإنتاج، فهم يعني يشاهدون هذا الدراما وفيه يعني الاحتكار، فيه إنما فيه نوع واحد. فممكن يعني هذه الشركة يلغي هذا الدراما، فهذا الدراما يشعر هذه الخطورة، فهم يسعون للريادة وهذا الاختبار لأجل يعني سيفايفل، كيف يقال سيفايفل؟ يعيش للبقاء يعني بقاء. هذا جاي سحب البساط، أنا أحب هذا الكلمة، أنا سأستخدمه. ولكن هذا يبدو أنه يعني عبارة معربة يعني من الإنجليزية. نعم انظر، هو أيضا غضبان، هو أيضا لا يفهم. لا مجال لتكرار أخطاء الماضي. نعم لا مجال لتكرار أخطاء الماضي، يعني لا مجال، يعني there's no scope. Room no scope. نعم. لتكرار أخطاء، repeating the mistakes of the past. نعم. لكن ما هذه الأخطاء لا أدري. طيب هذا شيء صعب، ننظر شيء أسهل من هذا. طيب ماذا؟ انتخابات الليبية. طيب هذا أبو ظبي، ننظر ماذا يفعل أبو ظبي. نعم جهاز أبو ظبي للاستثمار يعزز كفاءة أعماله بحكومة الإنفاق. جهاز أبو ظبي
جهاز يعني ديفايس. ديفايس أبو ظبي's device. استثمار أبو ظبي الاستثمار يعزز production. هذا صعب. يعزز strengthens كفاءة أعمالي كفاءة to suffice أعمال بحكومة الإنفاق بحكومة ليس حكومة هذا إيش هذا حكومة حكومة الإنفاق هل هذه كلمة أو خطأ حكومة لا أدري مش هذا حكومة حكومة لا أدري ممكن هذا خطأ منهم الصندوق يقلص يعني to retreat أعداد موظفي لتوفير معنى حوكمة governance governance عجيب حوكمة كيف هذه كلمة حوكمة governance of spending الصندوق يقلص أعداد موظفيه يقلص to put off reduce a number of workers لتوفير to make available يعني تكاليف تكاليف يعني responsibilities tasks duties as in to fill the tasks or fill the role to the tasks that tasks تقدر jobs ممكن jobs لا أدري jobs ممكن jobs بأكثر من 272 مليون دولار تقدر بأكثر تقدر to assume to approximately نعم ممكن تكاليف تكاليف يعني burdens so, هذا فمما أفهم هذه يعني مقالة هي عن expenses, أبو ظبي وفي تكاليف expenses expenses يعني كم يكلفك نعم نعم كم يكلف expenses توفير expenses estimate نعم طيب ماذا يقول أبو ظبي قطع جهاز أبو ظبي للاستثمار قطع جهاز هذا ما أدري جهاز ما المراد من جهاز wireless country gadget implement appliance utensils installation جهاز equipment قطع جهاز أبو ظبي للاستثمار أدية أدري شوطن قطع it's completed a circuit it's done a short وجدت شيء around it's done around it's cut a goal قطع أشواط make good progress or made progress كيف يقطع قطعت شوطا I've completed a task has completed one shot مهما في مسار تعزيز كفاءة عملي نعم أظن فهمت معناه أنهم يعني هم الآن بدأوا مشروع وصلوا إلى يعني مرحلة مهمة نعم هذا أيضا عرب صعب هذه أخبار صعب يلا نرجع من هذا نفر نعم ننظر مشاريع صعب يعني ماذا يقول مشاريع هذا مسلسلات رمضان نسأل ننظر هذا راجعين يا هوى من الإذاعة إلى الدراما الرمضانية
العمل يناقش عددا من الموضوعات الإنسانية الاجتماعية. هذا سهل. نعم. الموضوعات الإنسانية human. موضوعات الإنسانية. موضوعات social, social topics discussions. ممكن هكذا. human. راجعين يا هوا من الإذاعة إلى الدراما الرمضانية. الدراما الرمضانية هذا هل هو عنوان عنوان السلسلة؟ ممكن. راجعين يا هوا، راجعين يعني ممكن هذا اسمه هذا الدراما. راجعين يا هوا رمضانية. لماذا رمضانية؟ ما معناه؟ يعني سيزن رمضان. رمضان فرمضانية معناه سيزنال، يعني كل رمضان يحدث في رمضان نسبة إلى رمضان. ولكن هذا إنما يعني ينتج في شهر رمضان. نعم 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 رمضانية. يا أخت درة هذا لا رمضانيات ما سمعت. فهذا دراما إنما يعني ينتج في رمضان، في رمضان يعني في شهر نعم. رمضان لا نعم. أكثر الأفلام تجو مسلسلات ومسابقات في رمضان. نعم في شهر رمضان يعني في صوم رمضان يعني في نعم. هذا الشهر هم ينتجونها قبل لكن يتم مشاهدتها التلفاز في رمضان. فهذا دراما. فلي يعني يعملون عليها قبل 3-4 أشهر بعضهم سنة. نعم ففي خلال يعني من خلال رمضان يعني تشاهد في رمضان تكون كلها جاهزة. نعم صحيح. نعم فهذه دراما ممكن أنه يعني كم يعني كيف يقال episodes كيف يعني سأقول يعني حلقات. أيوة الحلقات. الحلقة يعني في كل أسبوع 30 حلقة كل يوم حلقة. 30 حلقة ففي كل في كل يوم حلقة. نعم 30 طويل جدا. ولكن هذا كل يوم يعني لأنهم يعني يصومون فإنهم يعني مشاهد. حتى أنا سمعت هذا أرتغال أرتغال يعني هذا لا أدري حلقة واحدة 30 أو 40 لا يعني سيزن واحد. كيف يقال سيزن؟ موسم. موسم واحد يعني فيه 40 حلقة. الله أكبر. يعني من يشاهد 40 حتى تتعب يعني. وكل هذه الحلقات يعني كلها يعني ساعتين أو أكثر. لا 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 لا, لا. 45 دقيقة. ولكن هذه أرتغال. هذه أرتغال يعني الذي يقول عنها شيخ لياقة هو كل حلقة من السلسلة في الموسم كلها يعني مدتها ساعتين. هذا يوم هو يعني كثير ساعتين. يا الله من يشاهد ساعتين. ولكن الذي هو في نتفليكس يعني نتفليكس قد قطع كل حلقة إلى يعني 3 أو 4 يعني أجزاء. ولكن نعم الحلقة الواحدة في تمامها يعني في تركيا يعني ساعة نعم. ساعتين يعني حوالي ساعتين هو طويل يعني في الـ يعني ماذا يقال بايلوت ربان يعني بايلوت أول يعني يأتون بحلقة الأولى ليختبر على الناس الحلقة التجريبية هكذا يقول جوجل pilot episode. pilot كيف؟ والله أنا لا أعرف. تقصد ما تقصد بالضبط؟ يعني مثلاً هناك يعني بعض الشركات عندما يريدون إنتاج دراما أو شيء يأتون ب يعني الأول حلقة لي يعني يجرب على الناس كيف يعني. أيوة حلقة تجريبية. تجريبية حلقة تجريبية. يعني نحن نسميه pilot episode. pilot. نعم. تجريبية جيد. وكيف يقال كلايماكس يعني عندما واحد يشاهد ويعني يكاد ينتهي الحلقة فيأتي في يعني يقفون في مكان يعني خطير جدا حتى يعني تريد مشاهدة ثانية بعده. كيف يعني؟ يعني مثلا في قصة رجل يعني قريب أن يقتل شخص آخر ثم ينتهي. نعم
فيعني المشاهدون يعني يريدون أن يشاهد الثانية، فهذا يسمى، ما دي يسمى هذا؟ الحلقة الثانية. لا لا، هذا يعني الذروة في السلسلة، في ذروة الحلقات، في والله الموسم. لا أعرف. كلايماكس يسمى الذروة، الذروة سميت بيك ايباكس اوج اشد، هذا صعب لان في كل موسم لهذه للسلسلة هناك يعني قصة من خلال الموسم، وفي ذروة يعني هذه القصة ممكن أن يكون يعني في نهاية الموسم، فهذا يقال في الإنجليزية يعني كلايماكس، يعني اللمحة فيه يعني كل أشخاص وكل الخطط يعني من القصة، كيف يقال، يجمع في مكان واحد. في الفصحى، في الفصحى ماذا يقال له؟ بلغ السيل الزبا. The matter reached a climax. صحيح. طيب، وكذلك ماذا آخر حتى اليوم نسأل الأخت نورة؟ يعني ممثل actors، نعم ممثل actors، ماذا يقال نعم ممثل، نعم ممثلين، صحيح. طيب وماذا يقال لسين؟ سين سين يعني إنما يعني يكون في حلقة واحدة، يكون يعني مثلا واحد سين يكون في البيت، واحد سين يكون في الحديقة، واحد سين يكون في المحلة. والله كومبارس تقصد؟ بارس؟ لا أقصد، لا أعرف ما تقصد. يعني ممثلين، يعني ممثلين مشهد صح؟ أكيد. ممثلين. يعني أحيانا في الفيلم واحد يعني هو مجموعة من يعني سين مختلفة، مثلا واحد سين يكون بين الممثلين في شاطئ البحر. أدوار. أدوار. أنت دورك البطولي، دورك. نعم. نعم أدوار. أدوار. يتضادم دال يعني. دال. أدوار، نعم أظن المدال دور أدوار، نعم. وماذا يقال لدايركتر؟ دايركتر هو المخرج. مخرج، دايركتر مخرج. وبروديوسر؟ المنتج. منتج، بروديوس، نعم بروديوس منتج مخرج. وماذا آخر يوجد فيه؟ ماذا يقال لي تريلر؟ يعني عندما يأتونك ب المقدم. عندما يأتي فيلم يعني يأتون بقطعة صغيرة. نعم، عند هذه اسمها المقدمة، ليست المقدمة، تسمى بالتجربة أو الإعلان، إعلان كأنه إعلان للفيلم. نعم تجربة، نعم تجربة جيد. نعم وماذا آخر يوجد في الحلقات؟ حلقات episode. كيف يقال reviews؟ يعني بعد خروج الفيلم أو السلسلة الناس يشاهدون هذه السلسلات والأفلام ثم يكتبون عنها، يعني حول تجربتهم عن هذه الفيلم أو السلسلة، يعني كتبوا يكتبون عن يعني عن عنه إن كان يعني سيئا أو خيرا، يعني كيف يقال؟ كاتب القصة؟ لا كاتب. يعني مثلا يعني بعدما يعني يخرجون الفيلم فيه الناس يعني لا يفضلونه أو يفضلونه، نعم ممكن يخرجون في أخطاء أو شيء.
ثم يكتبون هذا الفيلم يعني هو سيء ليس فيه أي شيء. ممكن نقاد. نعم. نقد. نقاد. نعم نقاد يعني نقاد هذه نقاد. الأفلام والسلسلات. نعم نقاد صحيح. صحيح. آه نعم. نقاد نقاد. آه نعم. نقد. نقد. طيب طيب نعم نقرأ هذا نويت شيء يقول راجعين يا حواء جملة ألفتها ألفتها أذن المستمع العربي يعني راجعين يا حواء هذه جملة ألفتها أذن المستمع العربي راجعين يعني... يا حواء هي أغنية هذا أغنية ولماذا نعم. يعني جاء به عاد تستخدم أعتقد أن بعض الكلمات تستخدم راجعين يا هوا هي أغنية لفوز ممكن يعني صنعوا من هذا الدراما أيضا الإحياء تراث الفني للكاتب أسامة أنور كاشا يقول جملة ألي فتحة أذن هذا جيد جملة جيدة ألي فتحة أذن المستمع العربي يعني the ear of a Arabic listener نعم ممكن نعم ممكن هذا يقول هذا هذه جملة ألي فتحة يعني is used to it the Arabic listener is used to it نعم Arabic listener يعني بالإنجليزية كيف ماذا نقول this is a I used to home. It Household. نقول this is a household name. نعم حمزة كيف؟ لا أدري. This film is a household film. Household يعني. Household يعني name. البيوت يعني يعرفون هذا. لا يقال household film. عنده يعني اسم خاص. ما هو؟ Household name هذا يستخدم household name نعم household name هذا هو يعني تعبير عندنا يعني a person or thing that is well known by the public هذا يستخدم وهذا يعني أسمع ولكن household film ما سمعت عن يعني كيف تقول يعني في الإنجليزية كيف تقول أن مثل ممثل مشهور جدا يعرف كل أحد في بريطانيا كيف يقال هذا الشخص ماذا known to every household he's familiar to every يعني عن الفيلم ام عن الممثل ممثل household name household name هذا يستخدم للممثل household name known to every household is familiar household name فهناك celebrity ايضا ولكن household name هذا يستخدم household name فهي غير غريبة عن أغلب متابعي الفنون يعني متابعي الفنون فنون يعني arts فنون arts متابعي followers غريبة عن أغلب متابعي الفنون ورجع هاي إذ ترتبط بالفنانية إذ ترتبط بالفنانية اللبنانية فيروز التي غنت في العام 1974 نعم هذه أغنية راجعين يا هوى لتكون واحدة من أجمل أغانيها وأكثرها خلودا أكثرها خلودا everlasting يعني classic ممكن classic أكثرها خلودا long lasting everlasting سيكون classic classic هكذا وهي من كلمات وألحان الأخوين عاصي ومنصور الرحباني وقال السيناريست ايش سيناريست سيناريست ممكن هذا كلمة فرنسية سيناريست محمد سلمان عبد الملك من سلسلة الراجين من المقرر أن يضاء على شاشة DMC ممكن هذا نو قناة DMC هو DMC
ليس هو يعني اسم فرقة الأغنياء يعني في القبل؟ ها دي ام سي. لا أدري. لا اتش ام ران في دي ام سي. ران دي ام سي لا أدري. ارون دي ام سي. متمنيا ان يكون فريق العمل خفيفا على المشاهدين خلال شهر رمضان. يضع على الشاشة. دي ام سي ممكن على شاشة دي ام سي ممكن هو قناة لا ممكن هذا قناة، ممكن هو قناة. كنا فريق العمل خفيفا على المشاهدين خلال شهر رمضان. نعم طيب، هذا أسهل. نعم عشان نقول هذا كعك. هذا مثل كعكك يعني في فصولك يا شيخ. نعم. في الصفة. نعم أنا تعرف أنا أحب، أنا لا أدري ماذا بي، أنا أحب يعني كعك كثير جدا. أنت نعم إذا وضعت أمامي كعك أنا لازم أكله، وخاصة مع الكريم. تعرف كريم؟ كريم ماذا يقال لكريم؟ يعني الكريم يعني على الكعك أم نعم الكريم؟ كريم، يعني كريم، تعرف كريم سينجل كريم دبل كريم؟ نعم. كيف يقال دبل كريم؟ دبل فهذا الكريم مع السكر يعني في رمضان يعني في سحور. قشطة، قشطة يقال قشطة. عجيب. بوزة، بوزة آيس كريم. يا شيخ وهذا الكريم يعني دبل كريم يعني نعم دبل نعم كريم نعم حقيقة، يعني أسكب دبل كريم على البراون شوكليت، براون كيك. نعم لما هذا لما كنت يعني صغيرا وطفلا وفي رمضان في السحور كانت أمي يسكب دبل كريم ويسكب عليه سكر وكنت آكل دبل كريم مع سكر. نعم أو الهني يعني أو العسل ثم يعني مع الخبز أو يعني نعم انا رايت هذا، يعني اصدقائي جوجراتيين ياكلون هذا في الفطور. نعم ولكن إنما كنت يعني آكله يعني في السحور في رمضان فهذا هو يعني هو شيء انا لذيذ كنت يعني اكل هذا من قبل، تعرف كنت اكل هذا مع الخبز، لكن هذا سبب لي يعني المشكلة في البطن. نعم نعم ولكن بدلا من السكر ممكن يمكنك يعني أن تسكب عليه العسل ثم بعد يعني كيف يقال ميكس ثم تخلط بينهما ثم وأنت تأكله. تأكله مع أي خبز؟ خبز أبيض؟ نعم خبز أبيض أم يعني شباتي أم روتي أو مثل ذلك أيضا ولكن نعم. الخبز الأبيض هو جيد أيضا. نعم لكن أنا بدأت أعترف، أنا اشتريت في البيت الجهاز يخبز الخبز، بريد ميكر. نعم هو جيد جدا، يعني في نعم 4 ساعات يصنع لك بريد، يعني خبز يعني طازج جدا. فهذا يعني جيد للصحة أيضا، لأنك يعني تستطيع أن تجعل فيها المكونات حسب نعم ما تريد. نعم لأن الخبز الأبيض هذا سمعت أنه ليس مفيد ماذا يقال له، شوجر، سكر، نعم لأن الأبيض يصنع منه في الجسم يصنع منه هذا. فهذا أنا تركته، يعني الخبز الأبيض منذ زمان، أنا آكله قليل جدا، أحيانا ممكن إذا أكلت برجر في مكان، في مطعم ليس عندهم يعني التنوع في أنواع من الخبز. فلا أدري هذا ماذا يسمى هذا بريوتش. نعم نعم هذا ولكن بريوتش مصنوع من أبيض. لا أحبها أكثر من الأبيض لأن بريوك لا أدري كيف ينطق بريوك سأجوجل دقيقة أنا سأنظر، لأن هذا نحتاج إلى بريوتش. بريوش ولكن لا أحبها كثيرا لأنه يعني كيف يقال سويت كثير من الحلو فيه وهذا
خاصة في برجر. لا أحب البرياش في برجر أكثر من يعني البرجر الأصلي يعني. إنما كنت أقول عن يعني الخبز يعني the bread the bun يعني. برياش فيه كثير من الحل وهذا نعم. لكن لا أنا لا أشعر بالحل أكثر من يعني بالنسبة إلى يعني الخبز الأصلي يعني. نعم ممكن ممكن، لكن أنا أفضل هذا و نعم هو يقول حتى غوغل يقول a light sweet yeast bread sweet يعني sweet وهو مصنوع من أي شيء لا أدري لا أدري حتى في الخبز يعني كثير من السكر في الخبز يعني نعم. المصنوع الذي نأكل في بريطانيا في كثير من السكر نعم لأنهم يحتوي أيضا فيه كيميكال كثير جدا. نعم يصنعون فيه في هذا ال كيميكال preservatives. نعم preservatives. هل جربت يا شيخ كيف يقال الخبز الدينش يعني دينش بريد؟ أظن ممكن مرة مرتين مرة مرتين. حفظ حفظ preservation. صين صين اعتصام صون حفظة وقع محفوظ. ولكن يا شيخ الخبز الأفضل في بريطانيا هو الخبز من الذي يصنع في من الخباز يا نعم مثل يعني نعم 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 فمثلا يعني في تسكو أو يعني سيزوريز فهناك يعني المخبز يعني من يعني كيف يقال أتباك كيف يقال أتباك خلف خلف نعم في الخلف أنا عندما تدخل يعني إذا ذهبت إلى موريسونز نعم يعني نعم هم يضعون أمام نعم 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 يعني تشم نعم مثل ماكس اند سبنسرز أيضا ولكن هذا يعتمد على متجر. يا أخ نورة كيف يقال at the back يعني هو في الخلف أو على الخلف كيف يقال at the back نعم يعني فمثلا يعني إن دخلتي المتجر ف يعني في نهاية المتجر يعني من الخلف كيف يقال من الوراء من وراء يعني من وراء المتجر من الخلف وكذلك من الخلف صحيح نعم من أعتقد نفس الشيء يعني في ألمانيا عندما تدخلين في دكان كبير محل كبير يعني المكان الذي يصنع فيه الخبز عادة يكون خلف عندنا صحيح. في بريطانيا صحيح نعم صحيح وهذا أنا سمعت أنهم يعني قصدا عندما تدخل في مثلا تسكو هذا الكبير يعني دكان كبير يعني يجعلون هذا الرائحة رائحة الخبز الطازج نعم يعني حتى الناس يدخلون ويشترون أشياء نعم هذا رائحة جيدة جميلة نعم طيب قبل أن نفعل كويز نعم وأنا تعرف أنا قد قلت لكم أنا بدأت يعني الرشاش بالماء البارد صباحا نعم مرة يعني أحد أصدقائي قال لي أنا سمعت أن هذا الرجل في هولندا إنه لو كان أبا حود هنا ممكن هو يشرح لنا هذا جيد في رجل في هولندا هو كل يوم يسبح في ماء بارد جدا هذا عذاب يا شيخ نعم لا ليس عذاب اسمع أولا اسمع وهو يعني في لبس سروال نعم ماذا قال له سروال شورتس البنطال الشورت نعم نعم ولبس هذا وصعد يعني على إيفرست الجبل إيفرست ولكن هل يا شيخ هل تقصد الصعود على الإيفرست اسمع يا ممكن من يعرف ممكن في المستقبل أحتاج أن يا شيخ الإيفرست يعني الصعود على الإيفرست يعني هل تعرف كم يعني نفقات كم نفقة هو 60,000 يعني 60 يعني في العالم هناك 14 جبال يعني طولها أعلى أطول من 8,000 فيت
يا شيخ، هذه الجبال يعني أصول عليه النفقات يعني للصعود هو مثل $60,000. لا بأس لا بأس، ممكن هذا هناك الناس يعطونني، يقول لي اذهب اذهب. وفيه رجل أعمى، رأيته يعني رجل أعمى، نعم لا يرى لا يبصر، وهو صعد هذه الجبال. الله. نعم يعني أما أنا 14 في العالم. شوف أنا كنت يعني أقول اصبر اصبر اصبر، أنا أقول لك، فهذا ال يعني ال الغوص في الماء البارد، وماذا يقال الرشاش، نعم حول ولا قوة بالماء البارد، هذا مفيد جدا. إذا قال لي أحد فائدة واحدة لشيء أنا أفعله، نعم أنا أؤمن بهذا. إذا قلت لي مثلا كل هذا فيه هذا الفائدة أنا أكله، نعم، فهو قال لي 3-4 فوائد للماء البارد، عندما يعني مثل قال الرشاش، نعم ترشه، نعم هذا شاوة ترشه بالماء البارد. فمن من الفوائد، نعم من الفوائد، وفائدة واحدة أنه يقوي يعني هذا ماذا يقال نظام المناعة، immune system، المناعة المناعة هو يقوي هذا، نعم. وإندي يعني في جسمي يعني هو ضعيف، أنا هكذا يعني جسمي مسكين. الطبيب قال لي يعني الدم الأبيض في جسمك قليل جدا، تحتاج إلى أكثر، نعم. فهذا فائدة لي جدا، ومنذ أنا بدأت هذا ما شعرت بالمرض، يعني بدأت هذا منذ 3 أسابيع الحمد لله، كل يوم يعني أستيقظ لا أشعر بالمرض. وثاني فائدته أنه يعني يخفف الوزن أيضا، نعم، لأنه يعني يسبب ما يسمى براون فات، شيء يسمى براون فات، نعم، وهذا يعني يجعل جسمك حار، وهو يساعد الشحم يذوب الشحم. هذا فائدة ثانية، نعم. وفائدة ثالثة أنه يجعل الدم في جسمك يجري يعني على بشكل أفضل، نعم. الدورة الدموية. الدموية كيف دور الدموية، نعم. الدورة الدموية. وفائدة الرابعة، تعرفون ما الفائدة الرابعة؟ فائدة الرابعة أنه يساعد على يعني النشاط أيضا، يعني تكون طول اليوم تكون نشيط، يعني ذهنك يكون مستيقظ، لا تشعر بالتعب. وفائدة خامسة، تعرفون ما الفائدة الخامسة؟ فائدة خامسة يجعل جلدك يجعله يعني كأنك يعني شاب. يا شيخ أحتاج. يا شيخ هذا أنا لا أريد. لا يا شيخ. فائدة خمسة أنا أريد هذه الفائدة. يا شيخ لو كان في هذا 1000 فوائد يا شيخ 1000 فوائد لا أجرب. لا أجرب. لا حقيقة أنا أقول لك حمزة، أنت جرب، فقط جرب لأسبوع واحد. يا شيخ. 5 أيام. أشعر البرد. اسمع اسمع. أنت تدخل افتح، نعم افتح ماء يعني متوسط دافئ ليس حار، وقف تحته، نعم، ثم يلا اجعل بارد جدا، نعم، لـ3 دقائق، لازم يكون 3 دقائق. فأول مرة يعني أنت ستشعر كأنك لا تستطيع التنفس، هكذا تقول كأنك يعني تموت، لا بأس أنت لا تموت، نعم. أدخل الهواء ثم أخرجه، يعني نعم بال كيف يقال يعني calmly يعني كيف يقال calmly يعني بالهدوء بالراحة نعم. عندما تفعل هذا خلاص يذهب منك البرد، يعني غريب جدا، هذا شيء يعني شعرته وهو لذيذ جدا. عندما تفعله لـ5 أيام خلاص أنت تعشق يعني الماء البارد، تريد فقط و جسمك يعتاد نعم جسمك يعتاد، جسمك يعتاد جدا، أيامك تكون حلو. نعم أيام تكون حلو، نعم. فأنا يعني قبل تقريبا 2 شهر عندما ذهبنا مع طلبة مع الأصدقاء إلى جبال يعني في بريطانيا، وهناك كان ماء يعني يسمى lake reservoir، نعم يعني مخزن من ماء،
فقال لي صديقي أدخل فيه، أنا فيه فوائد كثير جدا، يعني هو ما ذكر لي فوائد بس قال لي فيه فوائد، أنا قلت خلاص. فدخلت فيه وكان بارد جدا، لكن عندما خرجت يعني شعرت بالراحة، يعني مفاصل ما شاء الله يعني كانت جميل جدا المفاصل، يعني أنا أشعر بالالتهاب، نعم، وهذا يعني كان مريح لي جدا. يا شيخ قلت أنت يعني أشعرت الراحة بعد الخروج، هل أنت ستجرب قبل أن تقول لي هذا شيء، هل أنت ستجربه؟ لا 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 لا، حتى لو أعطيتني يعني نعم يعني نعم في فائدة أخرى، تعرف ما هي فائدة أخرى؟ ما يزيل الهموم stress، نعم، أو depression. هذا يعني سيكثر الهموم يا شيخ. لا لا، أنت تحتاج تجرب حقيقة، أنت تجرب، أنت ستدعو لي تقول نفس هذا يعني علمني شيء نفسيا جميل. يا شيخ نفسيا أختار الحمام يعني الساخنة جدا يا شيخ، وأنت يعني تقول لي وتقترح لي يعني هذا البار. أنا تعرف أسبوع الماضي أنا ذهبت 25 ميل على دراجة، نعم، ركبت دراجة 25 ميل، رجعت البيت يعني أنا طيب أنا أقول لك صراحة، نعم، أنا طيب فتحت المحار، نعم، أهب محار. ثم في النهاية أنا عرفت الماء الحار هذا لا يفيد، لازم أجعله بارد. إذا كنت أريد الفوائد بجعلته بارد جدا، وقفت تحته وكنت أتنفس كأني أموت، ثم خلاص فتح علي. يا شيخ بدلا من الماء البارد يا شيخ بدلا من الماء البارد سأتمم يا شيخ. لا حقيقة أنت يا حمزة أنت تيمم نعم ستيمم. طيب على كل حال نفع الكويز، كويز ثم ننتهي. طيب الكويز هكذا، يعني هل أنت تريد أن تجادل؟ يعني عندك اختيار، نعم، إما أن تجادل مع أسد أو مع تمساح، أي واحد؟ أجادل؟ ماذا يعني أجادل؟ يعني تقاتل معه. أها. ضارب. أوكي أوكي. نعم، أنت يعني في غابة، فعندك اختيار، يعني هنا غرفتان، يعني قالوا لك إما إذا كنت تريد أن تخرج من الغابة، إما أن تدخل غرفة الأسد، نعم، تقاتل معه، وإما أن تدخل في غرفة وليس معك أي سكين ولا شيء ولا أي سلاح، بدون أسد سلاح. أسد أو تمساح. يعني غرفة أسد وغرفة تمسح، أنتم تختارون أي واحد؟ تفضل. في كليهما الموت يعني يا شيخ، بدون سكين، بدون أي شيء، هذا الموت يا شيخ. هذه فائدة السادسة للماء البارد. ففي هذا أولا عندي سؤال، فهذه الغرفة هل فيها أي شيء يعني مثل النخلة؟ لا لا، ليس في شيء، هو غرفة هكذا بس، غرفة. صندوق، ليس في شيء، بس غرفة مثل السجن، مثل داخل سجن. فأختار الأسد. طيب والأخت نورة ماذا تختاري؟ التمساح. طيب حمزة، لماذا الأسد؟ لأن الموت من الأسد يعني سيكون سريعا. والتمساح فيه يعني عذاب أكثر. يعني التمساح يقتل يعني بفمه بالضلع، يعني نعم بالضلع، والأسد يعني سيقتل بالدم، يعني كيف يقال كلوز، يريحك الأسد أصلا أول ما ينقض على رقبة الفريسة حتى يعني يمتص دمه ويموت الفريسة ثم يبدأ يأكل. ولكن الأسد يعني الموت بالأسد فيه يعني الحماسة، يعني سيقول الناس هذا يعني إنما موته بالأسد، ولكن التمساح يعني هو يعني الليزرد يعني نعم حتى بعد موتك نعم، ولكن أنا أختار يعني الأسد أيضا، نعم أنا أختار أسد، هذا جيد. أنا كنت أختار تمساح ثم فكرت عندما قلت هذا يكون يعني إذا قتلت بالأسد يعني الناس يذكرونك يعني بالخير، يقول ما شاء الله رجل، نعم،
يعني كان واحد صديقي وكان من يوغندا، قال في قرية إنما كان يأتي أسد، نعم كل الناس كانوا يخافون، لأن الأسد يعني من طبيعته أنه لا يقتلك لكن يجرحك، نعم. فهو قال يعني هذا كان مشكل أنهم كان يخافون، لكن الشخص الذي قتل الأسد هو يعني يجعلون له نصيب من الغنم أو من الأشياء، نعم كأنه ملك، يجعلون مثل الملك. فنعم هذا أسد أحسن. وكذلك تمساح، لا أدري كيف أخت نور لماذا قلت يا تمساح؟ أنا فكرت صراحة أن التمساح يعني لا 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 يجرحك، لا يقتلك، لا يمزقك، يبتلعك. بعدها فكرت أن فعلا الأسد أفضل، لأن الأسد يقتلك مباشرة بعدها يأكلك. نعم نعم. وحتى حتى وفوق هذا يعني الأسد هو أيسر أن تقتل الأسد من أن تقتل يعني التمساح، لأن التمساح يعني جلده يعني يعني كيف يقال جلده ليس يعني ممكن كجلد تصنع منه الأسد. ممكن تقتله تصنع منه نعل ولكن كيف لا 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 والأسد يعني ممكن هناك يعني مثل في دبي مثلا هناك الأشخاص عندهم كيف يقال pets، الحيوانات الأنيفة، نعم أليفة. فهذه الحيوانات الأليفة عندهم يعني الحيوانات مثل الأسد وكيف يقال الحيقة، نعم رأيت هذا وما إلى ذلك، وليس عند أي واحد من هذا التمساح. فالتمساح ليس عندي أي يعني أمل في البقاء، ولكن مع الأسد ممكن أن يعني ألفه يعني ألف هذا الأسد. هل رأيت هذا المقطع عندما يعني رجل عرب لا أدري من أي بلد هو يعني يدخل في الغرفة مع أصدقائه مع أسد؟ كلهم يخافون منه. نعم يعني هذا خلق قتيل. نعم فنعم، ولكن الشيء الآخر الناس يمكن يسيطر على التمساح، تمسكه تمسك فمه هكذا، نعم ما يفعل شيء. أما الأسد فصعب، كيف تمسك فم الأسد؟ ولكن أمسكه يعني لأنه يعني كيف يقال صافت الأسد يعني شعره حول فم حول يعني وجهه. أنت تصوبله كأنك تلعب مع المخدة. نعم ألعب مع هذا الأسد. نعم. طيب أنا سأراجع رأيي، نعم وأنا مع تمسح. لا أنا مع يعني كم نفر تعرف أنه مات بالتمسح؟ هل تعرف أحد؟ أكثر من الأسد لابد، لأن التمساح هناك يعني أكثر تمساح من الأسد. التمساح هو تمساح في الماء. واحد أرسلني مقطع، نعم في واحد رجل في أمريكا وكان يعني كأنه يعني يري الناس كأنه شجاع جدا، أخذ فم التمساح يفعل هكذا، انظر هكذا والتمساح مسك يده. ولكن هناك فرق، هناك فرق بين كروكودايل وأليجيتر. كروكودايل هو أخطر جدا من أليجيتر. أليجيتر هو الأف يعني من الكروكودايل يعني فمثلا في نعم نعم فلوريدا، في فلوريدا مثلا هناك أليجيتر كثير. بس فرق آخر ليس هذا. لا 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 أقول جوشيب. أقول نعم هذا جوشيب. لا 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 ولكن أقول فرق يعني الفرق يعني difference يعني في الخطورة ليس يعني نعم. فكروكودايل هو أخطر جدا من أليجيتر. أليجيتر هو الأف بكثير من الكروكودايل. فهم يعني كيف يقال أخجل من الكروكودايل. فهناك يعني في فلوريدا كثير من أليجيتر، ولكن الناس من الفلوريدا في يعني أمريكا ينفرون الأليجيتر ممكن لهم. فهناك كثير من الفيديوهات على يوتيوب، فمثلا هم يلعبون الجولف، جولف يعني، وعلى على الحشيش هناك أليجيتر. فالناس يعني حقيقة يخافون منهم،
نعم، والناس يعني من فلوريدا هناك فيديوهات يأخذ هذا الأليجيتر بذنبه ويعني يلقيه. وهذا لا يمكنك إن كانت يعني كروكوديل. نعم صحيح. طيب خلاص وصلنا إلى نهاية الحلقة. طيب بقي شيء واحد. هذا ذكرني قصة أيضا قبل أن ننتهي. يعني مرة عندما كنا صغير، أنا وأختي الكبيرة كنا نريد كلب. نعم، وأبي قال لنا أنتم تخافون من الكلب، لا تستطيعون أن يعني تربي الكلب. نعم، لا نحن نحب الكلب. يعني كما تعرفون أولاد صغا دائما يعني يجعلون أنفسهم كأنهم يعني مسؤولين. فأنا قلنا لا، نحن سنحافظ عليه ونفعل كل شيء. أبي قال طيب. فأبي أخذنا إلى بيت صديقي، وصديقه عنده هذا كلب كبير اسمه روتويلر. نور، تعرفين روتويلر؟ نعم. هذا يعني كلب، أعتقد روتويلر هذا اسم ألماني. نعم، روتويلر كونتري. نعم، أظن هذا جيرماني. نعم، روتويلرز are thought to be descended from drover dogs. نعم، فهو كان عنده كلب كبير جدا روتويلر، يعني رأسه هكذا. وكان عندهم يعني الجرو، يسمى جرو. نعم، كلاب صغير. نعم. فهو يعني أدخل في الغرفة يعني كلبين صغيرين. نعم، كان جميل جدا، لكن أنا صعدت على سطح. نعم، وأختي صدر وفرت أيضا. فأبي يعني ضحك، قال انظر، أنا قلت لكم يعني أنتم تخافون من الكلاب، كيف؟ أنا أقول لا نستطيع، فقط نحتاج إلى وقت قليل حتى نتعود على الكلب. لكن كان هذا يعني شيء يعني مضحك جدا. طيب ننتهي من الحلقة. فنعم ما شاء الله الأخت نورة، يعني نحن يعني طال زمان طويل جدا. نعم، ولكن اليوم استفدنا كثير منك ما شاء الله. هل عندك شيء للمشاهدين المشاهدات؟ هل عندك نصيحة أو أي شيء فيما يتعلق بلغة أو بأي شيء آخر، أو بالرشاش بالماء البارد ممكن أيضا هذا يكون نصيحة. لا أدري. عندك شيء؟ نعم، عندي نصيحة عن اللغة العربية. فمثلاً، نعم، فهنا بعد يعني قليل من الأسابيع سيكون يعني رمضان. في رمضان ممكن لكم، كما هو دراما رمضانية، ممكن للمشاهدين والمشاهدات ولنا أيضاً أن يكون عندنا السلسلة للتعلم رمضانية، يعني رمضاني. ففي كل يوم مثلا تقرأ مقالة من جريدة واحدة، مقالة واحدة من الجرائد، مقالة واحدة. وبعد 30 يعني أيام يعني فهمك هذه الجرائد سيكون أكثر بكثير من يعني من الآن. فهذا يعني نعم، هذا جيد. ممكن جاني فكرة أخرى يا حمزة. نعم، لماذا لا نصنع، لا ننتج يعني دراما أنفسنا رمضانية؟ نعم، أنا أكون ممثل، أنت تكون ممثل. نعم نأتي به. وهذا أيضا يعني يرغب الناس في تعلم اللغة العربية أيضا. نعم. طيب شكرا، جزاكم الله خير المشاهدة الأخت نورة. ما شاء الله نحن يعني نشكرك على الحضور. نعم، ما شاء بعد الله. فترة طويلة شرفنا بك. نعم، ونتمنى في المستقبل أيضا يعني تحضرين عندنا، يعني عندما تجدين الفرصة للاستفادة إن شاء الله. شكرا وتصبحين على الخير. السلام عليكم. ما شاء الله حمزة، another good. Yeah, the Arabic was a bit difficult today.
Yeah, the articles we've picked, but it's good though don't because know why are they difficult for like we've studied like in Madrasa for so many years. I think Arabic it's just texts. I think it's a lack of familiarity with the vocabulary. I think because a lot of it is like what they do is that they use the same vocabulary that we use differently. So they'll use things like intaj, for instance. We know what antaj yuntaju means. Yeah. But how in what context do they mean it? Like what do they mean by it? How are they using it? So these types of words, I think we're just not familiar with it. But it's a good thing in the sense that it's at least we know what type of things we need to improve on. So yeah, because I was thinking like it's very different. Like if it was a little bit different, but it's like it's like we were getting stuck on every third or fourth word. Yeah. Like how do I you think say, probably yeah, know what think, it means, but it's like how does it fit in? Yeah. And I was I trying think to think is, of how do you say in English? And I was trying to like kind of super because impose a lot of the words are Arab as well. Yeah. I think the good thing is that it's not something that we wouldn't be familiar with in the sense that we've had the same struggle. We like you and I, we both would have. Like when we started learning Arabic, no matter what subject we would have been in, we would have like every third, fourth word, we were like that. But we have the consolation and we know we have the, what's the word? We can be consoled by the fact that when we go back to those same books now, we'll know every single word. We'll know everything about it. It's our bread and butter. Yeah. But so I think these types of articles, I think it's more just we can conquer them if we read more of it. But it's just about it's just the fact that we need to like put the legwork in. I think it's more that. Yeah, I think it's good because it kind of shows you us. Your own limitations. Yeah, it shows you your own limitations. Definitely. Yeah, makes you realize that you know what it's. It's like, remember, like it brings me back to like madrasa days where like you'd have a whole page to do, but like maybe two, three sentences. You'd be like, you finally decipher two, three sentences. And it's like the most basic of things. Yeah. But it takes ages to decipher because you're just at that stage. You're just at that stage in your journey of learning Arabic. Exactly, so it's like we just work out what is the article about. So you work out what the title is, what the heading's about. And then you look at then you get so confident, or not confident, but you feel so happy. Oh, we know what it's about. We know what the title means. And then you look at the rest of the article and it's like an essay. Yeah. So it's the tip of the iceberg. You know, it reminds me of. Yeah. It was like, you know, when I was in college. Yeah, I remember like our biology teacher. She used to say to us, "You know what? You guys should read New Scientist." Yeah, right. And she said, "You'll understand the first three lines, and then after that, you won't understand a thing." Yeah, and she was right. It was like New Scientist. She was in the library. I used to always pick it up, start reading an article, understand the first three or four lines, and then after that, the words got hard and the. Yeah. So it kind of like this similar thing. This is because. It's a lot of the topics we're not familiar with anyway, like Ramadan dramas. Who knows about what happens in Ramadan dramas? But obviously, if you're an Arab and you're familiar with these, you'll know a lot of the stuff anyway. Honestly, do you know if there's an Arab out there who's listening and you can take this initiative and you know both English and Arabic, make a book where you teach like how to understand these articles. Just pick out 50 articles. That would be a good idea. And you don't have to translate them. You just have to explain keywords. So it's not to like teach Arabic, but it's to like, it's not to teach Arabic from scratch, but more to teach, like to familiarize like people who already know certain like levels of Arabic to be able to like engage with these texts. Yeah. So if you have like an article, like the Al Jazeera website that we saw before, but like at a more advanced scale. Yeah, exactly. It'd be so helpful. I think that would be a good idea, you know, actually. Yeah. Something like that kind of pushes the people to... And I found with us starting this kind of like newspaper thing, I find myself starting to think, oh yeah, how would BBC News, okay, how would they say this in Arabic? Yeah, yeah. Yeah, it's kind of like very interesting how they bring sentences. And I think the next thing for us would obviously be to writing Arabic. Yeah. See how good we would be in writing like this type of style Arabic, an article. Yeah. Yeah, I think that would come a lot more after, you know, after you have a lot more exposure to these types of like ways of writing. And I think at that point you can get a bit more like familiarity with the types of expressions that are used, the types of phrases that they use, like the style of speaking.
I think it's largely new to us at the moment, at least to me anyway. Yeah, no, it's me as well. The same thing. I just find it. I mean, it's not really kind of necessary for us to know this, but it gives us a really good insight into, like you were saying, that you forget as a student that you used to struggle. Yeah. Now when you look at this thing, oh yeah, actually, I am struggling with this. And with the kind of like the Amiya, it's like you realize as well how much there is a difference between sort of we were reading today, between like just like basic sentences. Yeah, yeah. Yeah. Actually, someone was actually asking me today, they were saying, it would be a good idea if we actually, me and you, if we kind of, lessons that we learn from each podcast, maybe we could make a list of them. Yeah. Mm. So maybe like, you know, I don't know, maybe we could just say, okay, in this podcast, we learn these kind of things. I think for that, a lot of it, it's more on the macro scale. So there's a lot of, like, personally, over like these 50-odd podcasts that we've done, I've obviously felt like a massive progression in my ability to speak. But like on a podcast to podcast basis, it's more just like vocabulary that I can pick up on at the moment. Mm. But obviously, behind the scenes, like subconsciously, I'll be picking up like more things. Mm. And I think it's a lot of it's on the macro level and things that you don't really, you're not really able to identify each lesson. It's like if you're learning Arabic in a madrasa, and like each day you have lessons, but then the lessons are like, you know what the lesson's about, but you're still picking up things like subconsciously, and you can't really put your finger on it until like after like a year maybe. Oh, okay, I see. Yeah. But we can all possibly, I mean, one thing we possibly can, or if someone out there is listening, maybe you can kind of like just like write up, it'll help you guys as well. Yeah. So you listen carefully and just like summarize some like 10 points. Everyone just summarizes, whoever watches it. 10 lessons that you learned from today. 10 kind of put in the comments or something. Put in the comments. Yeah, that'd be good. When people read down, it's going to be useful for you as well. And for other people as well. And there can be discussions. Because, I mean, for example, today, like the, you know, the ma and the sheen at the end of these. My tarji'ish. And then zamanha, sidq, zamanha, qusayir. Yeah, qasir. Hubadud. And all that. With the hub. Yeah. So that kind of stuff. And then the Arabic words that we use today as well. You know, like what was in the articles? Intaji. What was that word? Something intaji. Atanawu al-intaji. Yeah, atanawu al-intaji. And then sahbal bisat. Yeah. To pull the rock under their feet. Yeah. Yeah, sahbal bisat. Stuff like that. These are like small little sort of like buzzwords. Yeah, yeah. Yeah, once you add them into your sentences, it sounds nice as well, Arabic. Develops. Okay. Anything else, Hamza? No, nothing from me. So, Jazakumullah khair, guys, for watching. And if anyone does want to join, then always remember there is the email that you send. And usually you're going to get a reply around about Wednesday, Thursday. All right. So, make sure, because usually we only take about 2 guests. Sometimes what happens is a few people do request and then they're sent the link, but then they don't turn up. So just try sending in anyway, and then maybe you get opportunity to have a little bit of a, you know, exposure to speaking Arabic, inshallah. And remember, the main thing is always this. I always say this, and you guys are going to always remember this. If you don't speak Arabic, there's like this big realm of Arabic that you'll never ever get to experience. So if you think that, for example, like I can listen and understand it, I think there's a name for that effect, isn't it? When you listen to something and you think you've learned it. I forgot what they call it. It's actually some sort of like studies have been done and they have psychological. Yeah. And they call this kind of effect where people assume that they've learned something. Schneider's effect, or I don't know. Some German name. Are you talking about like when you think that you know something, but you really don't? So, you know, you think you know something, but in reality, you don't really kind of fully grasp it. You haven't fully taken it in. Yeah. And I personally think like these skills of listening and is one, obviously, which a lot of people will get. And I've got, you know, feedback from a lot of people who say they've benefited a lot from the listening.
Which I'm sure they have, definitely. But the speaking is going to be something which is really going to help you guys. Yeah. So, you know, like you've seen, we've had all sorts of guests coming on. I was from different countries. Like today, Sister Noura. Yeah. And, you know, last time we also had from America, we had some brothers who were learning as well. And then we had the brother Naseem, who was the, you know, the kind of, what was it, journalism, interjournalism. Yeah, yeah, but he would read a lot of articles on things, yeah. Article. And you can see the Arabic is different over there, and then you can see Arabic in different places. So I think the main thing is you have to, you know, try, speak. If you've got some better, I don't know, group of friends that you can speak Arabic with, of course, that's the best thing. Yeah, people that you're comfortable with. Yeah, but yeah. you know, this our podcasts are like cold showers. Yeah, our podcasts are like cold showers. Yeah, you're definitely. You're gonna be scared to go into in the beginning, but once you go into the cold showers, trust me, you're gonna thank me. You're gonna say yes, this is it. I'm telling you, Hamza, cold shower is the thing. Maybe one day. Maybe one day when the heating's not working. when the heating doesn't work, I can just about do wudu. Yeah, you know, but you know what? I was thinking that as well. I 100% I can understand what you're saying. I was thinking that, but once you do it, you're gonna think, you know what? This is just too good, man. This is excellent. Yeah, but speak, guys. Speak Arabic. Speak as much as you can. In fact, I mean, I was just thinking possibly what we can do is if, let's say, for example, someone wants to, I don't know, write something in Arabic, this might be something we can have a segment in, where someone writes something. We can put it up, right? And we can just read it. Yeah, and maybe if we see some sort of like way of that we could say in a different way. How would we say in a different way? Yeah. How could we maybe correct some things in there? Now, it's obviously going to be big on the nafs, to write something and then send it for criticism, nuqad. Yeah. But I think that's one option. Another option possibly would be something like audio. You send in the audio, we play the audio. And then you listen to it. That could also be a possibility as well. Yeah. Yeah. So I don't know. I mean, we'll see. We'll see, inshallah. Anyway. Jazakumullah khair, guys. Jazakumullah khair, Mullah Hamza, as usual. And we'll see you guys next week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.